عندما نتحدث عن الورقة، ورقة الزيتون، سبحان الله، حتى في الورقة فيها شفاء. أجريت دراسة على بعض مرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين. مجموعة تم إعطاهم علاج معروف يسمى الكابتوبريل، هو خافض للضغط، والمجموعة الثانية لفترة محددة تم إعطاهم ورق شجرة الزيتون. بعد 12 أسبوع نهاية فترة التجربة وجد أن سبحان الله مستوى الضغط متماثل. هذه مادة طبيعية، وهذا كعلاج قد تكون هناك بعض الأعراض الجانبية. ورقة الزيتون لها فوائد على الجهاز العصبي. أجريت تجربة على جرذان، أصابوا الجرذان بسكتة دماغية، أعرف بعد السكتة الدماغية يصير نزيف داخلي، يصادف بعض الأعراض العصبية، شلل إلى آخرين. المجموعة التي تم تغذيتها بورق الزيتون كانت الآثار العصبية المترتبة عن السكتة الدماغية قليلة جدا، وكانت وتيرة الشفاء أفضل وأحسن بكثير بالمقارنة بالمجموعة التي لم تستقبل أو تستهلك الزيتون. ورق الزيتون مطهر، يستخدم في بعض الأحيان لعلاج الجروح. وجد في ورقة الزيتون فوائد ضد السرطان. نعم الإله على العباد كثيرة، وبديعة الأجناس والألوان، خلق الغذاء فيه شفاء للورى، طب بديل نافع الأبدان.